مساء الخير ونحييكم بأجمل وأطيب تحية مع أحداث حلقة جديدة من البرنامج الرياضي هلا رياضة وبالتأكيد نحييكم بأجمل وأطيب تحية رياضية مسائية. تنطلق في الثاني والعشرين من شهر آب بعد شهرين من اليوم مباريات دوري الدرجة العليا للموسم القروي الجديد 22/23. ووفق ما أعلنته مديرية الدوري لكرة القدم سيلتقي الصاعد الجديد مكابي أبناء الريني في أولى مبارياته بالدرجة العليا فريق مكابي تل أبيب في مباراة خارجية ستجري على استاد بلوفيد في مدينة يافا وأول مباراة بيتية للفريق الرناوي ستكون أمام فريق هبوعي حيفا في الأسبوع الثاني من المباريات أما فريق اتحاد أبناء سخنين فسيستضيف على استاد الدوحة في أولى مبارياته بطل الدوري فريق مكة بحيفا أما الديربي العربي سيعود من جديد في الدرجة العليا بعد غياب طويل حيث سيستضيف الأسبوع التاسع فريق مكابي أبناء الريني فريق اتحاد أبناء سخنين على استاد إجرين في نوف هاجلي وللحديث حول أهم الانتقالات وآخر الأخبار لفرق الدرجة العليا واللاعبين يسعدني أن أرحب بضيف حلقة اليوم السيد أحمد أبو هلال وهو مدرب ذهني ومحلل رياضي مساء الخير سيد أحمد مساء الخير أجمل تحية رياضية خبريم إبراهيم إليك ولجميع مشاهدي قناة هلا الرياضية الوسط العربي انتظر سنوات <applause> طوال من أجل متابعة الديربي العربي الذي سيكون ديربي من المتوقع ناري بالرغم من العهد الجديد لفريق الريني الريني تتضيف اتحاد ابناء سخنين بدون ادنى شك عظمه اتحاد الناس سخنين وخبرته طويله السنوات على مدار سنوات طويله في الدرجه العليا مقابل الصاعد الجديد والحديث العهد فريق مكابي الريني اللي هو راح يكون فريق يقول كلمته في الدوري الدرجه العليا السنه ان شاء الله. وعلى ما يبدو اخ احمد بان دوري الدرجه العليا هذا الموسم سيكون دوري مغاير عن الموسم السابق مش بس مكابي حيفا وجميع الفرق ولكن هذا الموسم 22 23 سيكون قوي في ظل اهم التعزيزات في الفرق وبالتاكيد الفرق جميعها تعززت بلاعبين عرب، لو تحدثنا عن اهم الانتقالات خصوصا اللاعبين العرب. نعم اخ ابراهيم، اولا بطل الدوري مكابي حيفا وفريق عريق، فريق اللي له كلمته وموقعه في الدوري الدرجه العليا ولكن موفيتش ببب... يعود لمكابي تل ابيب وهذا سيعطي الفريق الاصفر التل ابيبي قوه اضافيه ليس مثل الموسم الفائت نعم فريق مكابي تل ابيب اللي بعد سنوات طويله ابعد عن البطوله فهو قاعد بحضر بحاله وبيستعد مشان ينافس فريق مكابي حيفا على الدوري وكمان فريق أبو بير السبع يعني اللي مش راح يستسلم سهوله ويتنازل عن البطوله يعني فريق مكابي حيفا يضم لاعبين عرب اللي منهم محمود جابر ومحمد ابو فني اللي بدون ادنى شك يعني نجمين بارزين ولاعبين ممتازين فمحمود جابر اذا ذكرناه نذكر مباريات المنتخب في نعم الاول نعم لأول مرة في في تاريخه الكروي لعب في التشكيلة الأساسية وكان ممتاز وكان ممتاز وساهم في فوز المنتخب الإسرائيلي 2-1 نعم بدون أدنى شك محمود جابر كان له دور كبير في فوز المنتخب 2-1 على فريق ألبانيا وبنفس الوقت رمزي صفوري لاعب فريق أبو البير السبع اللي اشترك في المباراة ونزل كبديل وهو اللي استطاع أنه يقلب المباراة كلها فإحنا قاعدين بنشوف أنه لاعبين عرب على مستوى عالي جدا سنعود لدور الدرجة العليا وخصوصا اللاعبين العرب وأيضا لأهم الأخبار والانتقالات في دور الدرجة الممتازة ولكن دعونا أعزائي المشاهدين ننتقل الآن في بث حي ومباشر إلى مدينة الناصرة لنتحدث مع سيد أحمد يدبك وأهم التطورات في الفريق الناصرة وسيد أحمد أولا مساء الخير مساء الخير لك استاذ ابراهيم ولجميع المشاهدين اولا يعني بالتاكيد وبكل تواضع اخ احمد كون فريق مكابي الناصره مشايخ الفرق في دوري الدرجه الممتازه جميع الفرق تتعدد بالاسماء وبالنجوم ولكن فريق مكابي الناصره وبكل تواضع وطبعا هذه الشهاده انتم تبنون فريق يعتمد بالاساس على كادر محلي وايضا بقياده مدرب عربي اسماعيل عامر، اولا ما هي اخر الاخبار في صفوف فريق مكابي خان الناصر طلع بوافقك بالراي الحكي اللي حكيته مظبوط، فريق مكابي الاخاء الناصر بيعتمد على اللاعبين المحليين، اذا بتنتبه بتطلع على فرق الدرجه العليا والدرجه الممتازه بتطلع على المعطيات تاعت الفرق، اكثر فريق بشرك لاعبين محليين وفريق فريق مكابي الاخاء الناصر بين فرق العرب واليهود، وبتقدر تفحص هذا الإشي والشيء مؤكد. في وصلنا لعبة بالموسم اللي فات كان 11 لاعب عربي على ارض الملعب ومنهم سبع اولاد الناصري فهذا اشي كثير احنا بنفخر فيه بالنسبه لبناء الفريق الفريق بلش يشتغل وبلش يجهز للسنه الجاي بنشتغل بهدوء بس بنوعد الكل انه راح يكون فريق له كلمه بالدرجه الممتازه تعاقدنا مع المدرب اسماعيل عرب اسماعيل عامر هو مدرب عربي معروف مع خبره كبيره بالدرجه الممتازه تعاقدنا مع المساعد اللي راح يكون معه علاء صايغ اللي اشتغل عنا بقسم الشبيبي وذهب الى فريق الريني ليكون مساعد لادم هادي وهو بعود لنا هاي السنه بالنسبه للاعبين تعاقدنا اه ومددنا عقد حارس المرمى اه عمر نحفاوي والظهير الايمن صالح حسين وانس دبور اه وتعاقدنا مع حارس مرمى من لعبه طيبه واليوم تعاقدنا مع لاعب اجنبي اللي لعب بالخضيره قبل سنه وهو بيلعب بدوري السلوفاكي اسمه رودريجو واليوم كان التعاقد معه وهو راح ينضم لنا ولكن أخي احمد يعني بكل تواضع يعني في ظل هذه التعزيزات وهذه الاسماء الركيزه بالاساس هي على اللاعبين المحليين النصراويين اي رساله يعني كيف حكيت في ظل كيف حكيت البدايه تقوم بها جميع الفرق العربيه كان ام الفاعل من كان كفر قاسم وايضا الثنائي بتحتكبة من المتوقع اخ احمد ان يكون دوري ممتاز صعب هل حسب رايك في هذا الكادر المحلي وهذه الاسماء في فريق مكابي الناصرة ناصرة هل سيستطيع الفريق النصراوي على الاقل ان يكون في القسم العلوي طلع كيف حكيت في بدايه الحديث اخاء الناصر يعتمد على لاعبين محليين الاساس عندنا هو لاعبين محليين اللي اكثر من 10 لاعبين احنا باول شيء بنبلش بنتعاقد مع اللاعبين وبعدين بنضم لهم كادر من خارج الفريق إيه هدف فريق اخاء الناصري هو البلاي اوف العلوي احنا ما بنطلع انه من اول سنه نصعد للدرجه العليا وما بنحكي من اسا الاخاء رح يطلع للدرجه العليا لانه الدرجه العليا بدها ميزانيات وبدها مصاري اخاء الناصري يعتمد على بلديه الناصري الميزانيه الاساسيه بتيجي من بلديه الناصري ورئيسها علي السلام اللي مقدم له شكر من هون ورئيس الاداره ماهر حامد اللي هو موجود لحاله بالاداره اليوم وبحاول يجند ميزانيات قد ما بيقدر بس هذا هذا معلش يعني الصدد يعني دعني ان ادخل مداخله والمنصه لك من اجل تغيير هذا الواقع دائما يعني فريق مكاتب اخاء يشير الى هذه النقطه الحساسة بأن البلدية الراعي الأول والسيد ماهر حامد هل لك من كلمة ولك المنبر الآن أن تتحدث لرجال الأعمال وهم كثيرون في مدينة الناصرة من أجل دعم الفريق وعودة الجماهير إلى المدرجات قبل ما ندعيين بس كمان ما ننسى نذكر الاخ زياد حافي اللي بتواجد حد ماهر الاداري زياد حافي والاداري معاويه ابو دكه وبدعم الاخ احمد الحلو مسؤول ملف كره القدم ببلديه الناصري. من هون من منبر قناه هلا انا بدعي وماهر حامد كان يدعي من سنين طويله اللي فاتت من هون بندعي اي رجل اعمال، اي واحد حابب يفوت للاداره، اي واحد معاه مديات بيقدر يساعد الفريق اي حدا بحب رياضه ومع مديات كمان مره بحب يساعد الفريق يجي للفريق الباب مفتوح له الناصري فيها رجال اعمال من اكبر رجال الأعمال بالدوله بس للاسف ولا واحد يقرب على الفريق الوحيد اللي بيساعدنا بالفريق هو الاخ رامي بزيع ابو لاعب نواف فزيع اللي من سنين طويله بساعد الفريق وبدعم وبعطينا الدعاية على البلوزه تاعت الفريق وغيره ما بنشوف رجال اعمال اللي بتقدم للفريق طبعا بنطلب مساعدات من رجال اعمال هون وهون اللي مبالغ قليله ما بقصروا بعطونا بس هذا ما بكفي من هون من منبر كلات هلا كمان مره احنا بندعي اي رجل اعمال اي واحد مع ميزانيات اللي بيقدر يساعد الفريق اهلا وسهلا فيه ابواب الاداره مفتوحه معه حتى الاخ ماهر حامد بكتير كتير مقابلات كان فيش اي مشكله اي حدا يجي للفريق وينضم للفريق انا من اسا بستقيل وبسلم الفريق بس من من اربع خمس سنين ما لقينا اي حدا يجي وينضم للفريق مع كل هذا الفريق الاخ ماهر حامد غادر انه يستمر فيه ويخليه بالدوري كل سنه مع الميزانيات القليله اللي بتكون بالفريق طبعا بدعم بلديه الناصري نعم اخ احمد يعني بكل تواضع انت لك خبرتك في دوري الدرجه الممتازه كيف تنظر الى هذا الدوري الموسم القروي الجديد 22 23 في ظل التعزيزات الكبيره لفريق ابو علم من يعني لم يترك لاعبا الا احضره فريقه في القاسم يتعزز فريق بتحتجبة. الصعد الجديد بلد الطبرية كيف تنظر إلى هذا الموسم في دوري الدرجة الممتازة؟ طلع التعزيزات هاي شخصيا ما بتخوفني اذا بتطلع للسنه اللي فاتت فريق ابن يهودا عزز الفريق باحسن لاعبين وكان عندهم ميزانية 11 مليون شيكل وبالاخر بالقوة بالقوة لعب بالبلاي اوف العلوي مع احترامي لكل الفرق واحترامي لكل اللاعبين اللي تعززت مع الفرق هذا ما بخوفنا الدرجة الممتازة تعتمد على لاعبين صغار السن اللي جايين جوعانين بدهم يلعبوا كرة قدم بيلعبوا بسبتوا حالهم وبنشوف من سنه لسنه دوري الدرجه الممتازه بتطور، بس للاسف اليوم اذا بتطلع درجه درجه الدوري الممتازه إيه لاعبين كانت إيه تاخذ معاش مثلا اكس مبلغ صارت تطلب معاش إيه كده على ثلاث اربع مرات عشان تقدر تتعاقد معها فعشان هيك فريق اخاء الناصري إيه راح يصبر شوي لكل هاي اللاعبين إيه تنساش انه في كثير لاعبين بالدرجه العليا بعدها فيش عندها فريق إيه كيف حكيت البدايه بتعاقدات هاي انه راح تخوف انا شخصيا ما بخاف منها مع انه بنشوف كل الفرق قاعده بتتعاقد مع لاعبين احمد يعطيك العافيه احمد ابو هلال معك آه بالنسبه بالنسبه ل... <applause> لبرنامج برامج فريق البرامج المهنيه من ناحيه مهنيه شو اللاعبين اللي اليوم فريق مكابي الإخاء الناصري حاطط عينه لتعزيز عده مواقع بالفريق آه مش راح اخبى عليك احنا تعاقدنا مع اليوم اليوم مع لاعب اجنبي فرنسي اللي للفريق في كمان لاعب بمحادثات طويلة احنا معه لاعب خط وسط متأخر من ساحل العاج راح ينضم للفريق كمان مدافع من ساحل العاج بالاضافة الى لاعبين لاعبين محليين من هون هذا كله راح ينزاد على الكادر المحلي الموجود بالفريق اللي يعتمد على اللاعبين المحليين ابناء فريق مكابي خيا الناصري الهدف كيف حكيت هو البلاي اوف العلوي ما راح نيجي نقول احنا راح نصعد للدرجة العليا لانه ما في ميزانيات للدرجة العليا أخ أحمد نتاز الفرصة يعني بالتأكيد كلاعب لعب في فريق خناصر وبين مدينة الناصر لاعب المنتخب دبور يعني كيف ترى التطورات يعني آخر مباراة لعب دخل بديلا في آخر مباراة كان تسمعه استمر الجمهور بالمضايقة هل كانت اتصالات من فريق مكابي خناصرة مع المهاجم النصر في المنتخب وكيف ترى مثل هذه الظاهره التي تقلق بل الجمهور العربي والناصرة بشكل خاص طلع مؤنس ابن فريق مكابخ الناصر كان محادثات له معنا ومع ماهر حامد رئيس الاداره والكل شجع مؤنس وانا ضد انه مؤنس يستقيل من المنتخب بالعكس لازم يضل شوكي بحالكم كل هين ومؤنس من ادم اللي هو مهني اللي ما راح يهتم لكل هاي الامور حتى لو يشتموه حتى لو يسبوا ما ما راح يهتم لكل هاي الامور ما ننسى قبل سنتين عران زهافي الكابتن زت البلوز وزت شارت الكابتن على الارض وما حدا ساله وما حدا سب عليه ورجع على المنتخب وهو اليوم ملك والكل بحبه فللاسف هاي هي سياسه الدوله واحنا موجودين بهي الدوله سياسه عربي ويهودي فعشان هيك الامور راح تضل هيك مع مع مؤنس دبور بس انا بقول لمؤنس انه ممنوع يستقيل بالعكس لازم يضل شوكي بحلق كلين ويثبت لحاله ويثبت للجميع على ارض الملعب شو بيسوى مؤنس وشو مؤنس بيقدر يعطي احمد يزبك مدير فريق مكابي اخي الناصرة شكرا لهذه المقابلة والوقت الذي منحته لنا نتمنى لك ولفريق مكابي اخي الناصرة ان يعود الى قوته في الموسم القروي الجديد 22 23 شكرا لك حدثتنا من مدينة الناصرة شكرا لك شكرا yeah. أخ أحمد نكمل الحديث عن المهاجم دبور no. أخي أحمد قال نحن بالعكس نشجع ان يبقى في المنتخب ما رايك انا بنفس الموقف مع احمد يزبك ومع كل الناس اللي بتحب مونس دبور مونس دبور هو شوكي في حلق كل الناس اللي بيحبوش مونس مونس دبور هو نجم كبير اعلى واكبر من انه الجمهور سخيف يصفر لمؤنس خلال المباراة بالرغم أنه بسجل أهداف لصالح المنتخب ومؤنس مخلص حتى في الدقائق القليلة اللي لعبها في المباراة الأخيرة هو تقريبا سجل هدف لولا العارضة ولا كان مؤنس سجل كمان هدف وسعيت الجمهور الإسرائيلي شو بده يقول فأعتقد أنه لو لاعب ثاني زهابي أو غير زهابي عمل شغلة زي هاي ما أعتقد الكل بيصفق له بيعطيه الدعم في نفس الوقت هنالك حضور عربي في نعم. المنتخب يعني. حضور عربي مؤنس دبور، محمد ابو هني، محمود جابر، اياد ابو عبيد، حاتم عبد الحميد، لاعبين ممتازين هم اشهر من نار على العالم فلا يهتز، لا جبل ما يهزك ريح، مؤنس دبور نجم ونحن كلنا مؤنس. مباريات دوري الدرجة الممتازة للموسم القروي 22 23 ستنطلق يوم الثامن عشر من شهر آب بمشاركة ثلاثة فرق عربية. أم الفحم المعزز والطامح للصعود وفريق النادي الرياضي صهيب كفر قاسم ومكابي إخاء النصر فريق مكابي إخاء النصر يفتتح الموسم في مباراة بيتية أمام فريق أدوميم أجدود على استاد علوت أما فريق أبو علم الفحم يلتقي في أولى مبارياته فريق أبو عيل العفولة في مباراة خارجية النادي الرياضي كفر قاسم يلاقي في مباراة خارجية فريق أبو عيل بيت الطامح الآخر في الصعود في الأسبوع الثالث 29 22 الديربي العربي الأول بين فريق أبو عيل أم الفحم وفريق النادي الرياضي كفر قاسم وفي الأسبوع الحادي عشر 28 10 فريق أبو عيل أم الفحم يستضيف فريق الإخاء الناصرة على ما يبدو ولكن هذه حقيقة دوري ممتاز ناري هذا الموسم هذا الموسم يعني الموسم اللي مضى لما الريني صعد لدرجه العليا موسم كان ضعيف يعني نسبيا وما كان هناك يعني المنافسه كانت محصوره بين نستيونا الريني وكفر وبالتالي فريق واحد. هناك من يقول صعب. بان دوري الدرجه الممتازه هذا الموسم سيكون اقوى من دوري الابطال. بكثير بكثير وحتى اللحظه الاخيره، يعني هناك هناك ست سبع فرق اللي هي على مستوى واحد منها ام الفحم وقور قاسم والاخاء الناصري زائد ابويل بتحتجبا نوفا المكاب بتحتجبا ابويل بتحتجبا هي فرق كلياتها اللي صرحت عمليا اليوم بدها تصعد لدرجه الاولى. امتحان في امتحان صعب مباراه خارجيه في الاسبوع الاول امام الابطال ايضا التي تعززت أيضاً. نعم ابويل عفولي تعزز فريق اللي راح يكون منافس وند قوي لابولو ملفحم زائد أبو ملفحم عزز نفسه بسبعة ثمان لاعبين جداد يعني اليوم فريق ابولو من انبنى بشكل من جديد فبعتقد انه راح ياكل وقت لحد ما يصير التلاحم بين اللاعبين بتامل انه ينجحوا بتامل انه ما يخسرش في المباراه الاولى ولكن, ولكن أنا المباراه الاقوى في الاسبوع الاول هي مباراه الديربي بتحتيك بقى وكفر قاسم نعم. آه. يعني هو المرشح الاقوى بوعيل نعم. في ظل التعزيزات وايضا كان فريق قوي الموسم الفائت اي مباراه تنتظر الفريق القصموي مباراه صعبه جدا ابويل بيت قاسم هي مباراه صعبه جدا ولكن فريق كوب القاسم تعود يفوز على فريق ابويل حتى في ملعب في المشابه ولانه كان ملعب البيتي بدناش ننسى انه فريق بالقاسم اليوم بد بده يلعب مبارياته البيتيه في ناس سيونه يا اخ ابراهيم، ومشكله الفرق من الوسط العربي على الاطلاق هي عمليا الملاعب البيتيه، يعني فريق ابويل الفحم راح يكون ملعبه البيتي في عكا، فريق كوبر قاسم بيلعب في ناس سيونا فريق الريني بيلعب في نوفا قليل. فكل هاي الفرق يعني جميعها عملية كيف هي حظوظ الفرق العربيه بالصعود للدرجه آه الاولى يعني فريق ام الفحم فريقه فريق ايضا بني بشكل قوي هل على الاقل فريق عربي وحيد سينجح في الصعود؟ نامل انه يكون فريق عربي على الاقل واحد اما ام الفحم اما كبر قاسم والطريق بكير لسه بدايه الموسم بدايه الطريق الفرق تتعزز لما نشوف قديش الفرق كيف الفرق تعززت وانبنت هل انبنت بشكل صحيح او مجرد انه لمينا لاعبين يعني اليوم أم الفحم عنده شمعون اداري هو مدير مهني عنده مدرب الداد شويت هل هذول أثنين بيقدروا يوقفوا امام الضغط ضغط الجماهير طبعاً من الفحم هؤلاء الاثنين يجب ان ان يقودوا فريق ام الفحم للعب في الدرجه العليا ايضا كل لاعب بيصل من الفحم لازم يعرف انه هو بده يتحمل الضغط الجماهيري، ام الفحم موجوده بالضغط كل الوقت ماذا الملعب بالضبط هل هل استاد السلام من من الفحم بيلعب في استاد السلام او لا؟ يعني ولكن بدايه يعني المباراه في عكا البداية بعكا ولكن هناك حديث يدور بان في بدايه اكتوبر سيكون الملعب استاد السلام جاهز هل حسب رأيك ممكن أن تستطيع جميع الأطر أن تساهم في افتتاح استاد السلام الذي سيكون اللاعب رقم واحد من أجل نجاح الفريق في بدون شك من هنا نشد على يدي رئيس البلدية الدكتور سمير أنه ملعب السلام لازم يفتتح وفريق أبو الفحم لازم يلعب في الفحم هناك هو بخذ دعم بخذ قوة كبيرة جدا من أجل المنافسة من هنا فوق. من أ... م... تحدثنا عن الدوري الدرجة العليا والصعود بلا شك بأن دوري الدرجة العليا سيكون له حضور خاص لللاعب العرب قيس غانم إيه نعم. الشام أبو عيل تلبيب نعم. أيضا اللاعبين في أبو عيل بير السبع مكاب تلبيب اي حضور عربي للاعبين العرب في دوري الدرجة العليا الموسم القادم اخ ابراهيم اذا بناخذ كل الفرق الموجوده تقريبا كل فرق الدرجه العليا كلها تضم لاعبين عرب من لاعبين وسط العربي لاعبين نجوم يعني في في مكابنا كرم جابر لاعب ظهير ايمن ممتاز في اجدود نواف بزيع في ابو عقل حمودي كنعان حمودي كنعان يمكن ينتقل لفريق ثاني مكابي حيفا بمفاوضات على كيني سيف لحد اليوم يعني ممكن كان يصير في يوم المدرب أو الذهني والمحلل الرياضي احمد ابو هلال كان شيقا وممتعا الحديث عن دوري الدرجه العليا والممتازه وعلى ما يبدو ها الدوري سيكون ناري 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 في الموسم القادم في العليا والممتاز شكرا لحضورك ومشاركتك لنا شكرا لكم اخ ابراهيم واتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح ان شاء الله اعزائي المشاهدين نخرج واياكم الى فاصل وسنكون مع رياضة مميزة رياضة خاصة رياضة التزلج على العجلات ومع المدربة صمر قوري محميد بعد الفاصل نواصل وإياكم برنامجنا الرياضي هلا رياضة اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين ونتابع وياكم برنامجنا الرياضي وبالتاكيد تعتبر رياضة التزلج بالعجلات من الانشطه الرياضيه الترفيهيه التي يقوم العديد من الكبار والصغار بممارستها في جميع انحاء العالم ويعتبر هذا النشاط الرياضي من التمارين الرياضيه الرائعه والتنافسيه علما ان البعض يعتبرها وسيلة نقل للتعرف أكثر على هذه الرياضة وهذا الفن الرياضي نستضيف في حلقة اليوم سمر خوري محميد وهي مدربة وبالتأكيد أيضا مديرة مشاركة في نادي اس ان رولز أولا أختي سمر نحييك عبر قناة هلا وبالتأكيد مولا بطاقة نتعرف عليك وأيضا على النادي اللي أنت بدري أنت وأختك <applause> أول إشي مساء الخير للجميع لكل المشاهدين أنا اسمي سمر مخوري محميد بدير نادي تزلج فني على العجلات بعدة مناطق أنا وأختي نادية خوري الإشي بلش من صغرنا كنا نمارس هاي الرياضة وحبينا نتقدم ونوسع المجال بالوسط العربي بال يعني بشكل عام كرياضة وبالوسط العربي كمان لأنه إحنا أجينا من محل اللي فيه نقص معين بالرياضة بالأخص للبنات كمان من ناحية قاعات ومباني دايما كنا نحس انه في عندنا نقص فمن حبنا للرياضه وبالاخص التزلج على العجلات حبينا نطور نطور هذا المشروع. ليش هاي الرياضه بالذات انت جذبتك؟ انت واختك يعني مشروع <applause> مشروع عائلي مش مش مجرد مشروع او هواية الا في اسباب، ليش انت اختك منهم؟ هي اختي الصغيره، احنا ثلاث اخوات بالبيت، دائما احنا عائله رياضيه، اهلي كمان كانوا رياضيين وهن صغار ايضا تزلج؟ لا مش بالتزلج، برياضه ثانيه، امي كانت بكره السله وابوي كان بالجمباز وايضا كره القدم كان ما دامك حكيت امك رياضيه مم. يعني حبيت اسالك كفتاه عربيه فتاه نصراويه فتاه عربيه اليوم وحكيت انه امك كانت ايضا رياضيه اليوم صح. نرى رياضه نسائيه بنشاط كبير في جميع المجالات شو رايك بهذا هذا الامر هل هذا هو نوع من التطور وتحقيق الذات للنساء ومجتمع النساء حسب رايك طبعا هذا نوع من التطور وانا كثير مبسوطه وفخوره بانه عم بيصير هذا الشيء بمجتمعي احنا مجتمع شوي ذكوري دائما بنعطي الحق ل... للرجال اكثر دائما من... من... من صلت الضوء على كرة القدم والكرة الكرة القدم دائما من, من, خلي... من كو... بتكون تابعة بشكل معين ل... للذكور طبعا اليوم انا انا كثير مبسوطه انه في عنا لاعبات كره قدم وفرق كره قدم نسائيه للاناث وهذا شيء كثير بسعدني وانه اعمالها كمان كره السله يفوت فيها اناث ومجالنا هو كمان كثير بجذب الاناث فانا كثير مبسوطه انه هذا الإشي عماله يصير طبعا حق كل انثى انها تمارس الرياضه وانها إيه تحافظ على صحتها حتى لو انه مش لاشي تنافسي حتى لو مش بمستوى إيه إيه مسابقات وهيك كمان كصحه هذا شيء كثير مهم دمك حكيت على الموضوع إيه إيه عندما حكيت عن موضوع الرياضه الذكوريه والاناث عندما قمت بتغطيه بعض إيه الفعاليات والنشاطات اللي ناديكم بيكون بها انا انتبهت حضور إيه إيه اكثر للفتيات الفتيات يعني قليل 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 كان طلاب ليش؟ مزبوط لانه احنا بنعمل تزلج فني على العجلات اللي هو يدمج شوي من الرقص واحنا الذكور بحبوش يرقصوا ولكن العراق احنا بنشوفه دائما ينطوا آه. مزبوط بنطنطوا هيك بعرفش زي كيف البلات بالبلات بتقلينا بتشوف ذكور نفس الاشي كمان بالتزلج هيك شو الفرق الباليت والتزلج؟ يعني يعني هن شوي على بعض شو الفرق بالمعايير بال... يعني من ناحيه مهنيه أوش. ايش الفرق؟ الباليت هو رقص بكل ما... بكل معنى الكلمه التزلج فيه هو يدمج فن؟ فن فن هو يدمج بين الرقص وبين وبين الاشياء التقنيه اللي بنعملها النطات اللي اه، التكنيكس يعني النطات اللي اللفات اللي هن سبينز اه، اللي احنا بنسويهم على السكيت هو شبيه جدا بالتزلج على الجليد اه، طبعا هو شو عد... ليش ليش تزلج فني؟ لانه في عده مجالات من التزلج اه، في اه هوكي رولر في سبيد اللي هو سباق سرعه على ال... على السكيت في هوكي جلجليوت اللي هوكي على العجلات اللي عجلان من قدام وعجلان من ورا وين اكثر اي اي نوع دارج في الوسط العربي اللي اكثر بيحبوه الطلاب؟ اوكي الهوكي كثير يعني جديد بلشت اشوف انه هو عمال يكون دارج وكثير فيه فتيان مش فتيات اكثر لانه هو لعبه اللي فيها شويه يعني يعني هي جماعية فرقين ضد بعض فيها عصاي وطابة اشي محمس أكثر لا سمر عادة عندما نشاهد إن كان تمرينات أو مسابقات أو عروض عادة يندمج هذا الفن وهذه الرياضة مع الموسيقى نعم نعم عشان هيك هو فني لأنه إحنا منعبر عن الموسيقى بالحركات وعن طريق الرقص ومنفوت فيها النطاط إيه هل انه هو في ذكور بهذا المجال؟ نعم في ذكور احنا دائما نناشد انه يجوا عندنا كمان طلاب ذكور اللي يفوتوا على هذا المجال لانه عندهم امكانيات جس... جسمهم عضلات مبنى الجسم الذكوري بيعطيه الامكانيات انه إيه بقوه عضلاته انه يعمل اشياء اللي هي بمستوى كثير عالي فاحنا كمان بنحب انه يكون فيه دائما احنا بدنا يكون في دمج كمان بنات وكمان ولاد كمان اناث وكمان ذكور إيه بكل محل يعني مزبوط احنا بنقول بدنا كمان اناث عشان يفوتوا على الرياضه وهيك وكمان بدنا ذكور يعني احنا مش بدنا نلغي اي حدا من الطرفين إيه هناك من يتحدث وانا تابعت يعني ممكن قولهم صحيح هذه الرياضه خطيره نوعا ما إيه فيها كل... خطوره إيه لا حسب رايي كل رياضه فيها خطوره معينه هل هي اخطر من غيرها؟ ممكن يعتبروها اكثر من اخطر من غيرها لانه احنا على عجلات فانه بدنا توازن انه الناس مرات بتوقع وهي ماشي هذا مش بقول انها هي خطره بشكل كثير كبير لا اللي بيعرف كيف يتعامل معها وياخذ الاساس صح ما فيها اي خطوره يعني فائقه عن غيرها. يعني نرى يعني الكثير من هذا التطبيق وهذه الرياضه ايضا في الشارع يعني <applause> هل هنالك فرق يعني من ناحية مهنية أيضا هنالك كثير من الحوادث وكذا ونريد رسالة منك هل هنالك فرق ما بين الرياضة في القاعات والرياضة التي يمارسها البعض بدون مدربين في الشارع صح أي أكيد طبعا في فرق كثير كبير القاعة بتضلها من ناحية أمان هي هأمن من أنه الواحد يمارس هاي الرياضة برا طبعا في الشوارع كثير في سيارات في متغيرات ثانيه اللي ممكن تشكل خطر على اللي وهل على وهل كل من يمارس هذه الرياضه في او بالحيز العام آه هل هو يمارسها بشكل صحيح عن جد نريد اذا كان لو تطرق مهني بالموضوع نعم. لو هو اذا هو بمارسها بمحل مهيا بمسلول مهيا زي كيف للدراجات زي كيف ل للاسف هذا لا بشكل عام غير موجود غير موجود بس في مح في مناطق اللي موجود فيها فيش مشكله بس في عندنا في الوسط العربي شو منه ما عندنا بالوسط العربي لا ممكن بحيفا <applause> نلاقي بس <applause> ممكن نلاقي بالمدن اللي فيها دمج بين العرب واليهود اللي فيها ليش حسب بنيه تحتيه شوي متطوره اكثر عم بحكي عن البنيه التحتيه عندنا بالبلدان العربيه بالكره العربيه والمدن العربيه عشان للاسف أحسن... ما فيش عندنا بنيه تحتيه مهيئه عشان هيك اختمر نحن نحمل رساله من خلال هذا البرنامج كل حلقه نحمل رساله وهنالك هدف من هذه اللقاءات كمدربه ولك خبره في هذا المجال هل الوسط العربي مجتمعنا يملك المنشآت يملك الملاعب يملك الكفاءات من أجل تطوير هذه الرياضة وأنا أريد إجابة بشكل مهني وبرسالة قوية ومن هو المسؤول؟ من هو المسؤول؟, من هو المسؤول؟ هاي شوي صعبة أحكي. 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 المسؤول أكيد هن البلديات والمجالس العربية السلطات المحلية هل يوجد عندنا بنيتح... هل يوجد عندنا ملاعب واماكن مهيئه طبعا لا حتى احنا لتدريباتنا كإشي مهني كفريق فرق عندنا عده فرق بعده محلات ك... لفرق المنتخبات اللي هن بدهن يفوتوا منافسات ما فيش عندنا لهن قاعات وساعات كافيه عشان يتدربوا فكيف نحن عم نحكي على كل المجتمع على كل الناس اللي بحبوا بدهم ياخذوها كرياضه او كوسيله انهم يفرغوا طاقه او انهم يستغلوها بوقت الفراغ اسالك اكيد واجهتكم صعوبات في ناديكم، اي صعوبات واجهتكم حتى ان وصلتم الى هذا الحد وايضا نحن نريد ان نترك الانجازات التي اللي انتم عمالين بتشاركوا ببطولات محليه وبطولات مم. عالميه، اي صعوبات واجهتكم بالنادي؟ اكثر صعوبه هي الملاعب انه يكون في عندنا قاعات ملائمه لممارسه رياضه التزلج الفني على العجلات، هاي هي اكثر اكثر عثره موجوده امامنا. يعني في عده مناطق في عده محلات ما فيش قاعات كافية وفيش قاعات ملائمة ليش أنا بقول إنه ما فيش قاعات ملائمة لأنه أحيانا بيكون في قاعة موجودة وكل شيء تمام بس الأرضية تبعت القاعة مش ملائمة للتزلج التزلج بده أرضية مناسبة اللي هي تكون مالسة وكمان ما تكونش طرية أغلب القاعات اللي, اللي موجودة حوالينا يعني اللي أنا واجهته بوسطنا ببلداننا العربية هي قاعات بي في سي البي في سي هو مزبوط انه بخفف الصدمات للعيبة الكرة السلة بخ... بخفف كمان الصدمات للعيبة كرة الطائرة بس الرياضة مجبورة تتعلمي هندسي <applause> هي يعني شوي بس لرياضة التزلج هو عائق لأنه العجلات بعودش يمشوا وحاولنا نغير عدة أنواع أنا عجلات. سمر بعرف أنك تهربتي أو أنت ما ركزتيش بأداتك أكيد و... يعني واجهتك خصوصا أنت والنادي وخصوصا في مجتمع المحافظ في وادي عارة قضية الصعوبات المجتمعية بصراحه نريد صح مزبوط انا واجهت صعوبات و... وراح نضلنا نواجه هاي الصعوبات بس انا هل كانت هنالك حملات ضد هذه الرياضه بصراحه إيه يعني وصلتنا معلومات حم... ح... رجال الدين يعني إيه حتى لا ال... اريد ان اكون واجهوكم حاولوا ان يمنعوا مثل هذه الفعاليات انا ما انا ما حياتي. وصلنيش الأشي شخصي اه انه يكون في حملات ضدي شخصيا او ضد لا, لا, ضد لا مش ضد الرياضه شخصي ولكن كانوا آه ضد هذه الرياضه اه اكيد سمعتي ضد, ضد الرياضه من ناحيه اللباس لا لا من, من, ناحيه, ناحية اللباس, اللباس. نعم؟ اه مزبوط وفي منه هذا الشيء هذا الحكي اه لانه اذا اه كان بنشوف يعني اللي بيحضر الاولمبياده الاولمبياده اه اه الشتويه إيه بشوف بالتزلج على الجليد اللباس هو قصير إيه وهذا الاشي مش مقبول بمجتمعنا إيه لكن انا اصريت وضليتني مصرة انه في عندنا امكانية بان احنا نغير اللباس فيش اشي بمنع بالمسابقات انه التنورة تكون وليفترون. طويلة او انه يكون اللباس محتشم بالعكس حتى كل هذا من اجل ان تساهمي في دعم هذه الرياضه وايضا طبعًا احترام الراي الاخر في المجتمع مليون بالميه طبعا انا بهمني انه بناتنا يقدروا يشاركوا وكمان نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا احنا احنا مش ضد العادات ومش ضد بان نكون محافظين بالعكس انا التزم بهذا الامر بس طبعا انا بدي انه البنات يكملوا يعني احنا ما بدنا انه نوقف هاي الرياضه عشان اللباس لا في عنا امكانيه بان نلبس لباس محتشم ونقدم بالمسابقات وهذا الاشي اللي صار قبل اكم من يوم بيوم الجمعه قبل يومين يعني كنا بمسابقة نعم. بمسابقة هي عمليا بطولة إسرائيل اسمها ألفوت يسرائيل لسولاني متسعرين حدثينا عن عن هذه البطولة وعن مشاركة النادي تبعكم السن نعم آه هاي البطولة بتصير كل سنة لكل الطلاب اللي إلهم بتدربوا سنتين أو ثلاث سنين لحد سنه رابعه بالتزلج على الجليد بدون ما يعملوا امتحانات اللي هي بتقسمهم لدرجات معينه في ديرك جيمل دارك, دارك بيت، دارك الف زي كيف كمان بكره السله بكره القدم في درجات ومستويات من من المهارات اللي بيقدر يقدمها كل فريق فبما انه احنا بلشنا جديد إيه نكبر كنادي يعني نتوسع إيه صار في عنا كمية كبيرة من الطلاب إيه شارك بهاي المسابقة من من الأس أن رولرز من عدة منتخبات منتخب كفر قرع إيه إكسال إيه قسم صغير من الناصري وكريات بيالي ما دامك تحدثتي عن نريد أن نكبر نريد أن نكبر لوين سمر قايدي أنت وأختك هذا النادي لوين؟ إيه الصراحه ما فيش حدود <applause> احنا بدنا نصل لبطوله اوروبا هذا آه آه هذا هو الهدف بالنهايه ان نوسع قد ما بنقدر احنا عملنا نحاول نوسع عشان ننشر بالشمال هاي هذه هاي الرياضه لانها هي مش موجوده هي مركزه بمنطقه المركز بمنطقه تل افيف وضواحيها آه تايم حلون، ريشن ليتسيون جديده آه آه على الوسط آه العربي هو مش جديد بالوسط العربي هو معانا من واحنا صغار يعني هو موجود بس ما كانش منتشر بش... بالشكل الكافي المدربين كمان قلائل جدا ده يعني الوقت ادركنا والحديث معك كان شيق والرسائل جدا قويه للمجتمع في النهايه اخت سمر اي خصوصاً انك تحدثتي عن الميزانيه وعن السلطات المحليه وعن المنشات وكذا اي رساله تحملينها والمنبر لك والشاشه لك تحدثي برساله مباشره للمجتمع العربي من اجل تطوير هذه الرياضه وخصوصا لدى مجتمع النساء طبعا بوجه طلب لكل المجالس ولكل البلديات والسلطات المحليه بانهم يهتموا اكثر بالرياضه لانه الرياضه هي المحل الملائم لكل الاجيال بأنهن يتنوروا بأنهن يتقدموا بأنهن يتفتحوا يكون في لهم اطار يبعدهن عن عن العنف يبعدهم عن المشاكل الثانيه يحافظ على صحتهن عشان نطور مجتمعنا انه يكون في عندنا قاعات واماكن مهيئه ومنتزهات لهاي، لها، للاجيال الصاعده من جيل الطفوله المبكره وحتى جيل ال 18 لازم يكون في الهن حتى لاكبر من العشرين حتى ل لجيل العشرين وما فوق وحتى للختياريه لجيل الستين وما فوق لازم يكون في إلهن محلات اللي يحسنوا من حياتهم حميد مدرب التزلج الفني على العجلات، نحن نشكرك لحضورك الى مدينه الطيبه والمشاركه في برنامجنا، اتحفتينا بالمعلومات، شكرا واتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح ونحن دائما سنتابع اخباركم في النادي شكراً, شكرا لكم اعزائي المشاهدين اتوا الى خط النهايه. هذا هو ابراهيم ابو عطا يحييكم وعلى امل لقاء بكم في برامج رياضية قادمة تقبلوا منا من أسرة البرنامج أجمل تحية وإلى اللقاء